الاحساس بالقرب من الله. والله ايها الاحبه هذا الاحساس كثير منا فقده اليوم. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا احبتي في الله هناك اشياء تقربك الى الله اكثر انا احببت ان ابث لكم تجربتي مع هذا الامر الاحساس بالقرب من الله والله ايها الاحبه هذا الاحساس كثير منا فقده اليوم هو اجمل احساس على الاطلاق اجمل شيء في الوجود أن تشعر أنك قريب من إله هذا الكون، من خالق هذا الكون تبارك وتعالى. هناك خطوات يمكن أن تطبقها لتشعر هذا الشعور الذي كما قلت لكم معظمنا فقده بسبب ضغط المعلومات في العصر الحديث. ضغط شبكة الإنترنت على دماغ الإنسان. كثرة الفتن كثرة الحروب كثرة الأخبار كثرة التزييف الكذب في هذا العصر تبعدك عن الله تبارك وتعالى لأن القرب من الله أحبتي في الله لكي تكون قريبا من هذا الخالق العظيم يجب أن تعلم أن الله يريدك أن تكون قريبا منه في الحديث الذي يعني اخبرنا به حبيبنا عليه الصلاه والسلام اكد لنا ان من يتقرب الى الله شبرا الله يتقرب منه ذراعا يعني انت اذا نويت ان تتوب الى الله فقط مجرد النيه تنفتح لك ابواب التوبه على مصاريعها اذا نويت ان تستغفر لا تجد اسباب المغفره نويت أن تلتزم بالصلاة، مجرد النية، مجرد المبادرة، مجرد أنك تقول أنا أريد أن أتقرب إلى الله بالنوافل بالسنن بالصلاة بأعمال البر ببر الوالدين، أخي الحبيب الله يقرب منه من يلتزم بأوامره. كيف نتقرب إلى الله؟ من خلال الالتزام بالأوامر، المعادلة بسيطة جداً. الله عز وجل عندما امرك بغض البصر ينبغي ان تستجيب لهذا الاله العظيم الذي خلقك ورزقك واعطاك ثم قال لك قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم فعندما تستمع الى هذا النداء الالهي يخاطبك مباشره يامرك بغض البصر ينبغي ان تدرك انك كلما دعتك نفسك للنظر الى ما حرم الله وتذكرت هذا الامر الالهي فامتنعت عن هذا المحرم انت تقترب من الله درجه. الله يقترب منك اكثر وهو اقرب اليك من نفسك على فكره ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اقرب اليك من 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 شرايينك اقرب اليك من نفسك لذلك خطوات بسيطه للتقرب من الله لكي تشعر بهذا القرب تحس ان الله قريب منك ايها الاحبه الخشوع في الصلاه يعتبر شيء مهم كثير من الناس يصلي ولكن قليل منهم من يخشع لان كلمه الخشوع او عباده الخشوع عباده مهمه جدا ان تكون خاشعا لله في صلاتك في جميع اعمالك الخشوع يقربك الى الله انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الأنبياء الذين استجاب الله دعاءهم لماذا استجاب دعاءهم؟ لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا في حالة خشوع دائم وكانوا لنا خاشعين أي حالهم حال الإنسان الخاشع إذا عملت عملا وأتقنته أنت تتقرب من الله إذا قلت كلمة طيبة لزوجتك او ابنك او لجارك او لانسان غريب لا تعرفه هذه الكلمه الطيبه تقربك الى الله. اي عمل صالح من اعمال البر يقربك الى الله. ولكن الخشوع اخي الحبيب الخشوع هو الذي يشعرك بالقرب من الله اكثر. قيام الليل كثير منا يهمل هذه العباده الرائعه. التي انعم الله بها على القليل من عباده للاسف، طبعا هو انعم على كل العباد ولكن قليل منهم من يستجيب وقليل من عبادي الشكور. عندما تخلو بنفسك في لحظه من لحظات الليل الناس غافلون معظم الناس الان في الليل يجلس على الموبايل يطالع مواقع الانترنت وكذا لا هون لا هية قلوبهم بينما أنت الذي اختارك الله وأكرمك وأنعم عليك تتوضأ تصلي ركعتين ثم تجلس مع القرآن العظيم تقول أنا أريد أن أحيي هذه الليلة في ذكر الله وفي تدبر القرآن أجل الأعمال أيها الأحبة هو تدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التأمل والتدبر في آيات الله والخشوع يشعرك بالقرب من الله، لماذا؟ لأنك لن تشعر بالقرب من الله إلا إذا فهمت كتاب الله. يعني عندما يقول الله لك: فاني قريب وتكرر هذه الايه فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون عندما تكرر هذه الايه وتسال نفسك وانت في جوف الليل تقول لماذا يطلب الله منا ان نتقرب منه؟ لماذا خلقنا اصلا؟ لان هذا الاله رحيم لانه يحبك. خلقك لأنه يحبك ولله المثل الأعلى انسان يسعى لإنجاب طفل لأنه يحب هذا الطفل ينجبه طبعا ولله المثل الأعلى مع فارق التشبيه ولكن حتى نستوعب الفكرة نحاول أن نضرب بعض الأمثلة أنت عندما تدخل انسان إلى بيتك هذا هذا دليل انك تحبه اذا لم يكن هناك مصلحه طبعا ماديه انت عندما تقدم نصيحه لانسان دليل انك تحبه فالله عز وجل من ادله محبه الله لنا انه خلقنا وهدانا ورزقنا واتانا من كل ما سالناه ثم طلب منا ان نتقرب منه وقال فاني قريب و النبي عليه الصلاه والسلام هذا الحبيب كان قريبا من الله، كان يشعر بالقرب من الله، لماذا؟ لانه طبق تعاليم الله، كل امر في القران احبتي في الله اذا طبقته يقربك من الله اكثر.